وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته أجمعين. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا إلى أبينا وأمينا سبقنا مع دوا أورام دوا masing-masing. Mustadina kini syar, walau semasa ini kami sempat kita bisa berdoa. Wal awliya wal ulama wa syuhada wa salihin wal jama'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat al fatiha. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian niatkan hajat kami yang mau dihajatkan masing-masing, silahkan. على هذه النية وعلى كل نية صالحة ببركة المناجاة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده قل من آمن بالله وملائكته
الصالحات كانت لهم جنات
سلسله خالدين فيها لا يبغون عنها عوضا كلو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المحمد المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سامحنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا ويتمك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربي اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين. ربي لو شئت اهلكته من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تدل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. وطب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.
ربنا إنك آتيت فرعون وملأه الزينة وأموالاً في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم إلا تغفر لي وترحمني أغفر من الخاسرين رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وكن من الجاهلين فطر السماوات والأرض وأنت ولي في الدنيا والآخرة اللهم سلم وألحقني بالصالحين رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ادخلني مدخل سدك واخرجني مخرج سدك واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا إنا لا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى رب زدني علما لما سني الضر وترحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون ربي انصرني بما كذبون ربي انزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربي اغفر لنا وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إلا عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان سرك في الآخرين واجعلني مورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربي إلا قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين ربي نجني وأهلي مما يعملون ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي والعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين ربي نجني من القوم الظالمين ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي انصرني على القوم المفسدين ربي هب لي من الصالحين ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب أني مسنا الشيطان ونصبه عذاب ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ربي أوزع علي أن أشكر قرى نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي والعمل الصالح ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أني مغلوب فانتصر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربي بني لي لك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين
إن إلا تبارك. أعوذ بك الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأسكر Yeah.
Aktivitas pekerjaan kita bernilai ibadah di sisi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Kita sambung pelajaran kita di dalam kitab Sifat 20, yang mana pada malam hari ini pelajaran yang terakhir. Ini pelajaran yang penghabisan di dalam kitab Sifat 20 ini. Dan mohon disimak baik-baik, karena ini pelajaran yang terakhir dan inti daripada
sifat-sifat Allah dan Nabi kita sampaikan pada malam hari ini. Maka barang siapa yang hadir pada malam hari ini, maka itulah orang yang beruntung, karena dia telah mengikuti pelajaran kitab sifat 20 ini dari awal hingga akhir. Jadi orang yang hadir pada malam hari ini bersyukur kepada Allah karena diberikan kesempatan mempelajari sifat-sifat Allah, diberikan kesempatan mempelajari sifat-sifat Nabi dari awal sampai terakhir. Berarti kita yang hadir saat ini, walaupun seadanya ini adalah pilihan Allah. Jadi jangan merasa kecil hati, pengajian orangnya seadanya, justru yang ada inilah yang sebenarnya dijadikan oleh Allah pilihannya. Yang mana yang hadir ini tuntas mempelajari sifat-sifat Allah. Inya hadir dari awal sampai hari ini terakhir, itunya orang yang dipilih dan orang yang beruntung. Maka disimak baik-baik. Jadi sambungannya, Nabi itu wajib kita ketahui. Yang ringkasnya, Sidin lahir di Makkah. Nama Abah Sidin harus tahu, itu wajib hukumnya bagi orang yang mukallaf. Minimal nama Abah dan nama Mama Sidin ini wajib, jangan sampai keringat. Nama Abah Sidin lawan nama Mama Sidin itu cukup sudah. Nah, Sidin lahir di Makkah, kemudian umur 40 diangkat menjadi Nabi, umur 40 dimi'rajkan oleh Allah, umur 50 dihijrahkan, pindah dari Makkah ke Madinah. Jadi itu ringkasan-ringkasan yang wajib kita ketahui. Yang ringkas-ringkasnya aja. Dan Nabi wafat umur 63, kurang lebihnya 63 tahun. Sidin wafat meninggalkan ilmu gagasan kita. Sidin kada meninggalkan harta benda, kada meninggalkan perhiasan, tapi yang ditinggalkan Sidin adalah ilmu, terutama ilmu yang kita pelajari saat ini. Nah, tugas kita sebagai umatnya mengambil ilmu itu. Lawan siapa mengambilnya? Lawan ulama, karena ulama ini yang mewarisi ilmu Nabi. Jadi kita ambil di situ. Nah, kemudian selain yang tadi disampaikan di atas, perlu diketahui, hanya sekedar diketahui, tidak untuk dihafal, tapi bagus kalau memang bisa hafal, bahwa Nabi Muhammad itu nama Abah Sidin Abdullah. Abdullah anak dari Abdul Muthalib Kai Sidin. Abdul Muthalib anak dari Hashim. Hashim anak dari Abdumanaf. Nah, cukup di kitab ini disebutkan sampai situ. Jadi ada 4 ke atas. Abdullah, Abdul Muthalib, Hashim, Abdumanaf. Ini jalur Abah Sidin. Kemudian jalur Mama Sidin, nama Mama Sidin Aminah.
Nah, jadi nama mamas itu jadi wajib ingin dihafal. Kertasnya Abillah anak Wahab sampai di situ di kitab ini. Syukur-syukur bisa dihafal sampai ke atasnya. Itu kan jalur atas, sebelah Abah sudah, sebelah Mama sudah. Kemudian jalur ke bawah. Jalur ke bawah anak Nabi dahulu pernah kita sampaikan. Anak Nabi ada tujuh. Tujuh anak sedikit. Namun dari tujuh ini yang hidup cukup panjang satu, yaitu siapa? Fatimah yang diisi keturunan. Nah, tujuh anak sini ini pertama namanya Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Ibrahim, yang keempat Fatimah, yang kelima Zainab, yang keenam Ruqayyah, yang ketujuh Ummu Kulsum atau Ummi Kulsum. Nah, tujuh, tiga laki-laki, empat bebinian. Nah, yang hidup panjang tadi Fatimah. Fatimah berisi anak namanya Hasan dan Husain, cucu Nabi. Walaupun cucu, bagi Nabi ini sama anak kayak anak. Orang itu bila sudah jadi kai berisi cucu, itu sayangnya luar biasa lawan cucu. Bisa mengalahkan sayang lawan anak. Kalau bahari anak minta apa-apa, itu kadang bisa kadang dituluskan permintaannya. Tapi bila sudah cucu yang minta, itu lebih banyak dikabulkan oleh kayinya. Kebiasaan sampai wayah ini, kayak itu juga Nabi. Dengan Hasan Husain itu sangat sayang. Kemudian Nabi berisi sepupu, sepupu sekali. Nah, sepupu ini berarti di sana Abah Sidin berisi anak. Orang kan berisi Abah. Abah ini ada di sana Sidin kalau berisi anak. Anak Sidin itu kan sepupu, sepupu sekali. Nah, di sana Abah Sidin ini disebutkan di dalam kitab ini, yang pertama Hamzah, yang kedua Abbas, yang ketiga Sofiyah. Tiga lah. Nah, kemudian anak-anaknya, anak dari di sana Abah Sidin ini. Ali bin Abdul Muthalib. Ali anak anak Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib anak dingsan anak Abah Sidin, anak paman, anak paman Sidin. Kemudian sahabat Nabi yang bergelar Khulafa Rasyidin ada berapa? Empat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini termasuk yang dijamin Nabi masuk surga. Dijamin Nabi ini masuk surga. Kemudian ini gambarnya berputar-putar juga kitabnya. Bini Sidin, bini Nabi ada berapa? Ketika Nabi wafat meninggalkan bini sembilan. Sembilan bini. Nabi saya, kalau kita batasnya empat. Itu pun kalau bisa. Dan kalau wani. Dan ada nasib bagus. Namun kada wani, nasib kada bagus, lawan kada bisa, jangan.
cukup wahidah, cukup kawini wahidah, kawini sikong maksudnya. Nah, jadi batas kita ini apa? Kecuali Nabi boleh lebih dari empat. Nabi di sini 9, siapa-siapa aja. Pertama Aisyah, istri pertama Zidin. Aisyah ini istri pertama, jauh umur lawan Nabi. Nabi kawin lawan Siti Aisyah, Nabi umur 25. Siti Aisyah, Khadijah umur 40. Ya, jauh umur Khadijah dengan Nabi. Khadijah ini istri pertama. Tapi Khadijah ini istri pertama meninggal dahulu daripada Nabi. Jadi sebenarnya Nabi itu lebih daripada 9 bini. Lebih. Nah, waktu Sidin meninggal, 9 yang hidup. Nah, gitu. Waktu Nabi meninggal, 9 yang hidup. Kalau Siti Khadijah meninggal lebih dahulu daripada Nabi. Nah, dari 9 ini yang ketika Nabi tinggalkan wafat, pertama Aisyah, yang kedua Habsah, yang ketiga Saudah, yang keempat Sofiyah, yang kelima Maimunah, yang keempat Romlah, yang keenam Romlah, yang ketujuh Indun, yang kedelapan Zainab, yang kesembilan Zuwairiyah. 9 bini Sidin ditinggalkan Sidin ketika wafat. Kemudian mama susuan, ada mama kandung, ada mama susuan. Di zaman Nabi itu biasa selain menyusu lawan mama kandung, menyusu dengan orang lain itu biasa tradisi. Boleh-boleh lah mama susuan. Kalau mama susuan Sidin beisi anak naik, mamanya naik si A naik bebinian, orang kan beisi mama kandung. Kalau beisi mama kandung, orang lagi bayi, orang kan menyusu dengan si A naik. Bisi anak lain, si aneh bisi anak lain, berarti itu di sana angkat. Kada boleh kawin, kada boleh kawin walaupun lain mama kandung. Kada boleh kawin, kenapa? Karena menyusup lawan mamanya waktu umur masih belum, waktu bayi sampai umur 2 tahun itu batas. Nah, bila air susunya itu, orang yang menyusu itu mulai bayi sampai 2 tahun, itu menjadi darah daging di awal. Maka kada boleh kawin lawan anaknya. Kenapa? Karena saudara jadinya. Jadinya saudara. Walaupun lain mama anak melahirkan, tapi karena menyusu lawaninya, lawan sidin, saudara jadinya. Sama susunya, sama isapannya lah, mano pabriknya sama. Bila ada anak sidin, nah, mama susuan Nabi ada dua. Yang pertama Saubah Al-Islamiyah. Saubah ini budak pelayan paman di sini, yaitu Abu Lahab. Nabi bisi paman namanya Abu Lahab, tapi kafir Abu Lahab. Abu Lahab bisi budak namanya Suwaibah, atau ya Suwaibah.
nama budaknya. Ujar Abu Lahab waktu itu Suwaibah ikam ke rumah Aminah mama Nabi, inya hendak beranak, hendak melahirkan, bantunya di sana. Nah, begitu dibantu di atas perintah majikan datang ke sana, begitu lahir Suwaibah ini mama susuan Nabi selain mama kandung Sidin. Kemudian mama susuan yang kedua yaitu Halimatus Sa'diyah. Nah, Halimatus Sa'diyah ini datang mencari anak gasan disusui. Karena tradisi di sana ada waktu itu, kebiasaan mencari anak untuk disusui itu diambil diupah, dibayar. Jadi mengambil upah menyusui. Nah, karena waktu di Makkah saat itu krisis, unta kurusan, banyu kering, kurma pada berbuah, krisis. Tapi Halimatus Sa'diyah ini tetap turun ke Makkah mencari anak gasan disusui, walaupun inya kada dibayar. Kada dibayar, biasanya dibayar. Nah, lalu berdapat lawan Nabi. Ujar Halimatus Sa'diyah, ulun mau menyusuinya walaupun kada dibayar. Nah, ini mama susuan yang kedua. Yang pertama Suwaibah, yang kedua Halimatus Sa'diyah. Nah, ini kada wajib dihafal, hanya sekedar dipelajari, diketahui, tapi kada wajib hafal. Nah, wajib tuh yang ringkas-ringkas tadi tadi di atas tuh. Bagi kita yang mengkalap nih wajib. Nabi lahir di mana? Bila ditakoni orang harus tahu, di Makkah. Sidin diangkat jadi nabi umur berapa? Umur 40. Sidin Isra Mi'raj umur berapa? 40 juga. Sidin hijrah dari Makkah ke Madinah umur berapa? 50. Sidin meninggal umur berapa? 63. Nama abah Sidin siapa? Abdullah. Mama Sidin siapa? Aminah. Anak Sidin siapa? Lama tahun yang hidup Fatimah. Cucu Sidin siapa? Hasan Hussein. Nangit cukup nang itu tuh. Syukur-syukur tadi jalur ke atasnya kawa dihafal, sahabat Sidin kawa juga dihafal, diingat, itu nilai plus, nilai lebih, tapi kada wajib. Kada wajib. Nah, kemudian kan sudah tuh belajar sifat Allah dan sifat Nabi. Kemudian ada hikmah lagi. Ini yang orang kamu sahabat tadi beruntung karena belajar terakhir nih. Ini nang mohon disimak baik-baik. Belajar sifat Allah dan Nabi itu ada pada kalimat syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasul. Syahadat tauhid terdiri dari la ilaha illallah, itu syahadat tauhid. Syahadat Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Ini sifat Allah yang 20 wajib, sifat Allah yang mustahil 20, kemudian yang jais 1, itu ada di dalam kalimat la ilaha illallah. Kemudian sifat wajib Nabi ada 4, mustahilnya 4, harusnya 1, itu ada di dalam kalimat Muhammadur Rasulullah. Pahami dulu itu. Nah, kemudian kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu amun dihitung hurufnya
ada 24. Dihitung hurufnya toh, ada 24. Coba kita buktikan. Buktikan. Alif lam 2, alif lawan lam. Ilaha berapa tuh? Alif lam ha 3. 2 tambah 3. 2 tambah 3 5. Illa alif alif lam 3. 5 tambah 3 8. Allah la ilaha illallah. Allah Allah tuh alif lam lam ha berapa tuh? 4. 8 tambah 4 12. Iyalah. 12 sudah la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah lagi. Muhammad mim ha mim dal. Berapa? 4. 12 tadi tambah 4 16. Rasulul ra sin waw lam 4. 16 tambah 4 20. Kemudian Rasulullah Allah terakhir alif lam lam ha 4. 20 tambah 4 24. Jadi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dihitung hurufnya jumlahnya 24. Apa hikmahnya? Maka 24. Nah, hikmahnya kita hidup sehari semalam nih berapa jam? 24 jam. Maka hikmahnya kita yang mempelajari sifat Allah dan sifat Nabi dan menanamkan di dalam hati kita kalimat tauhid ini. Ditanamkan nih di dalam hati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu mudah-mudahan diampuni oleh Allah dosa kita selama 24 jam. Gitu. Asal syaratnya belajar sifat 20 dan ditanamkan di dalam hati kalimat tauhid ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tanamkan dan minta lawan Allah supaya kalimat ini terus tertanam di dalam hati sampai akhir hayat. Itu insya Allah dengan penuh keyakinan, walaupun kalimatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu Allah menghapus dosa dosa kita selama 24 jam karena hurufnya tadi 24. Hurufnya 24. Iyalah, alhamdulillah. Nah, satu sudah. Iyalah, nang kada turun kada tahunya ini. Makanya jangan beruntung. Ini diingatlah, ingat jangan kada. Itu satu. Nang kedua, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu terdiri dari 7 kata. 7 kata. Pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La la la. Satu. Ilaha. Dua. Illallah. Illahnya satu, Allahnya satu, berarti la satu, ilaha satu. Ini kan perkataan, perkalimatnya. La satu, ilaha dua, illa tiga, Allah empat. Empat kata sudah lah. Empat. Muhammad satu, Rasul dua, Allah tiga. Berarti empat tambah tiga 7. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 7 kata, 7 kalimat. 7 kalimat. Kalau hurufnya berapa tadi? Diingat nih, diingat. Nyaman aja, oh, hitung jam tenang. Hurufnya 24. Kalimat atau katanya ada 7.
apa hikmatnya 7. Nah, ini ada hikmahnya lagi nih. Kalau tadi huruf 24 bisa menghapus dosa kita 24 jam. Kalau yang 7 ini Pak, apa hikmahnya? Nah, 7 ini banyak juga hikmahnya. Yaitu di antaranya 7 kalimat, maka diharapkan kita berharap nih kepada Allah dengan 7 kalimat ini Allah mengampuni dosa 7 anggota badan kita. Apa 7 anggota badan kita? Ayo. Mata, telinga, nampaknya aja berdosa aja nih, muntung. Lupa panca indera, 7 panca indera. Telinga, mata, hidung, muntung, berapa sudah? Tangan, 5, batis, 7. Lagi hati. Hati 7 lah. Nah, hikmahnya itu dapat menghapus dosa 7 panca indera anggota. Kemudian apalagi hikmatnya yang 7 ini dan meluputkan 7 daripada api neraka. Jadi neraka itu pintunya ada 7. 7 pintu. Surga pintunya 8. Beda. Surga pintunya 8, neraka pintunya 7. Makanya hikmatnya dari 7 kata, 7 kalimat ini itu dapat menghindarkan kita dari 7 pintu neraka. 7 ini tertutup pada awal, berarti dia 7 ini kita masuk ke sana. Kemana bukannya ya, ke surga. Nah, syaratnya pelajari sifat 20, tanamkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dalam hati. Makanya orang yang meninggal dunia, ujar Nabi, barang siapa yang akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia akan masuk surga. Kenapa yang 7 ini tertutup? Atau kada mampu mengucap juga, tapi tertanam sudah di dalam hati nih. Tertanam sudah di dalam hati. Insya Allah sama. Terhindar. Makanya kita juga kadang setiap habis maghrib, habis subuh, itu membaca Allahumma ajirni minannar. Bila sorangan, bila banyak, Allahumma ajirna minannar. Berapa kali itu dibaca? 7 kali. Allahumma ajirni minannar. Ya Allah, hindarkan aku dari 7 kali. Karena apa? Karena lawang neraka itu 7. Allahumma ajirni minannar, menutup seperti Allahumma ajirni minannar, menutup nomor 2. Allahumma ajirni minannar, menutup nomor 3. Sampai 7, 7 neraka ini tertutup. Itulah. Jam sedikit lagi nah. Tentu akan habis akan ini karena terakhir. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La-nya itu lah, la-nya. La-nya aja. La-nya aja. Itu la-nafi. La-nafi itu apa? Meniadakan. Nah, yang pertama apa gram maksud la-nya yang meniadakan nih? La ma'bud bihaqqin fil wujudi. Tidak ada yang disembah. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Nah, itu maksudnya. Kecuali illallah al-ma'bud bihaqqin. Nah, itu makna lah yang pertama. Kededa yang meniadakan tadi. Kededa Tuhan yang wajib disembah dengan sebenarnya kecuali Allah.
Satu, makna lahnya. Makna lah yang kedua, la mustaghniyan an kulli ma siwahu wa muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illallahul mustaghniyu an kulli ma siwahu al-muftahiru ilaihi kullu ma adahu la wajibal wujud. Tiada yang wajib wujudnya kecuali Allah. Tiada yang wajib wujudnya kecuali